اتكلمي شوية عن ان في اسباب كتيرة طرقت في المسألة، وشوية مفاهيم اتغيرت عند البنت وتغيرت عند الولد، خلت الحاسة دي ما عادش بتمشي زي زمان كده بالتغافل، او ان احنا نحاول نتفاهم. حاجة من اكتر الحاجات اللي دايما كمستشارين بتتكلموا عنها هي رفع سقف التوقعات في قبل الجواز. متخيلين بقى الحاسة الزوجية بعد كده ده تبقى بديب راحة وده مهند بديب جاي. ونور ومش عارفة البلالين طالعة ازاي، وانه حمادة وبتطلع حمادة تاني خالص بعد الجواز. ايه اللي بيخلي سقف التوقعات عالي بالشكل ده، سواء كان عند الولد او البنت؟ متوقع انه يرجع يلاقي كل حاجه تمام، البيت نظيف، هي مستقبلاه روبي في نفسها ولا ما اعرف مين في نفسها، وهو كمان هي متوقعه طول الوقت ان في رومانسيات كتير، مش بيلاقوا الكلام ده فبتحصل مشاكل. خلينا بقى نتكلم على ليه سقف التوقعات بيبقى واصل للمراحل دي. سقف التوقعات عالى عند البنت وعند الولد بسبب المؤثرات الخارجيه. ليه هي المؤثرات؟ بسبب الفيس، مواقع التواصل، المسلسلات، المقالات، الإعلام عموما. ده جزء نقدر نقول 80% من فكرة الولد عن الجواز، وعن إن أنا لما يبقى في جروب فيه معرفش 20,000 30,000، الحمد لله أنا صاحي الصبح على الفطار ده، الحمد لله ربنا أنعم عليا بزوجة صالحة. شوف الفطار أصلا هو جاي تقريبا من مسلسل أو حاجة أو حتى لو واقعي. فبالتالي أنا كشاب ناوي أخطب، فإيه ده أنا هتجوز عشان الحركة بتاعت الفطار دي. لما بنت تبقى عاملة واحدة إنفلونسر بقى وحاجات كده، وعاملة صندوق وجايبة الصندوق، خطيبي جايب لي ايه، وقعد طلع تطلع بقى خطيبي جاب لك ايه في عيد الحب ولا في رمضان ولا في يا جماعه النفوس اصبحت مشحونه. انا دماغي بقت متبرمجه كولد وكبنت ان انا في صوره معينه ذهنيه بتترسم عندي ان انا هتجوز عشان الحاجات دي تحصل، وانا كبنت هتخطب وهكتب كتابي عشان الحاجات دي تحصل. كان زمان اللي بيحصل ان من ماما وبابا انا عايز واحده زي ماما، لا عايز واحده عكس ماما، عايز زي خالتي زي عمتي، فمحيطك اتضيق، او ان الاصحاب والكلام ده كله. وانت بتقعد مع الخطيبه وبتشوفها وتفهمها وتبدا تشوف هو ايه اللي بتحقق معاها وما بتحققش معاها. لا احنا بقينا بنروح البيت انا عايز واحد اتنين تلاته، حتى في الاختيار، حتى في المواصفات. وقت البنت بقت بتهتم قوي قوي بحته الجمال، يعني كان الموضوع انا لاقيه اونه اخيره يكون امور، يعني عايزه شاب افتخر بيه يا خالته وانا ماشي. يا حبيبتي يا هي الرجاله يا سلام. فهي يعني تقريبا تلات بنوتات في خلال اسبوعين نفس الجملة بشكل. تقول لي يعني أنا جايبة الواد قالت لي داخل عليه صلع، طب يعني ما أكيد يا بنتي، ما هو لو ما صلعش النهاردة هيصلع بكرة وهيبقى بكرش كمان، استني. فتقول لي لا وأنا مش عايزة درجة السمار دي. حبيبتي أنت قمحوية، فيعني ثانية واحدة بس أشجان، أنت من كام حلقة فاتوا كده قلتي أنا بيجيلي شباب بيبقوا طالبين البنوتة اللي عندي مش عارف إيه وبتاع، وقلتي في وسط الكلام حقه حقه علشان صح ما يبصش بره بعد كده ويبقى بس خلي بالك يا يعني كافيه. طب هدام هي كمان من حقها انها تبقى عايزه حقي، بس انا اشوف اللي جاي لي في فرق بين المعروض والمطلوب. يعني يعني انا كولد انا اسمر وشعري مفلفل و و و، وانا عايز البنت ام عينين خضراء وشعر اصفر وشكلها ايه ومقاس جزمتها ايه وبالشكل ده. يا حبيبي بص في المرايه، والله انا حاسس انها مش هتعف غير بالشكل ده. فبالتالي انت كوجهه نظر انت بصاله هو مش هيتعف غير بالشكل ده. دور شوف لو ام عينين خضراء انت فتى احلامها ده موضوع تاني. خلاص البنت اختارته، البنت بصت الراجل كمان بصري الصوره اللي هو بيبقى حاسس ان هي. ورغم كده 60% والله يا جماعه من الشباب، وبقولها على ثقه، 60% من الشباب اللي بيقعدوا يقولوا المواصفات دي ما بياخدهاش كده. حاجه من اتنين، يا اما بيندب وخلاص اتدبس ويقول، يا اما شدته روحها وحاجات تانية. او لما جرب الحلوه اللي فيها وفيها وفيها هي بتتنطط عليه. فبالتالي دايما المعادله مش ظابطه مع الولد. انما انا كبنت ابقى حاطه موضوع الرجوله، موضوع القوامه، موضوع ان يحتويني، موضوع ان يكملني، موضوع ان انا يعني بعد ابويا هو. فبالتالي ما ينفعش انت تقولي عايزاه امور. حقك طبعا، عشان هو لازم غض البصر والعفه تكون عند الولد والبنت. انا هو يبقى مالي عيني، ما ينفعش. واحده كانت لسه قالت لي كل ما بيجي لي كل اسبوع انا عايزه اكلمه شات على طول، كل ما بيجي انا بتقلب. دي كانت مشكله مش عارفه تشوف وشه. فهي لازم يعفها، لازم يبقى مالي عينها برده. في قبول درجه من درجات القبول. بس انا لما البنات برده بتبقى وجهه نظرها في الموضوع ايه، ان عايزاه مهندم، يعني عايز لبسه كويس، مش هي دي مش دي لازم ان عايزه شكله على المسطره وبالشكل. لا بس يمكن احنا اللي
بتكلم عليها اللي بتبقى عايزه الشكل، انما حقها يكون نظيف ونفسه كويس وشكله كويس ومتسرح ومستحمي ان شاء الله، لابس كل مره نفس القميص والبنطلون بس يبقى نظيف ومهندم، ده حق ده وده. انما كبنت ما ينفعش ان انا ابقى باصه حاطه الاولويات كده، احنا بنقول للراجل يعف عشان تبقي انت كملتي عنده المنظومه، خلاص عينه اتملت بيكي، هو بيخرج بره ينفع يتجوز عليكي وينفع يبص بره وينفع يجي يقول والله دي اختارت ده عندها تقصير في كذا وكذا وكذا، ونبدا نحط بقى ونجلدك ونحط اللوم عليك. انما كبنت انت المفروض تبقي حاطه في الاولويات طبعا انه يملى عينك، ولكن ما ينفعش احط مقاييس جمال للرجل بسبب طبعا انتوا شايفين المهرجانات والحفلات والكلام ده، هي شايفه انا عايزه شبه ده. فالاعلام هو نقدر نقول 80 او 85 اللي خلى التوقعات عند الشباب والبنات مختلفه تماما، وليس لها اساس من الصحه. انا عايزها بتعمل الفطار بالشكل الفلاني زي ما شفته، فبالتالي بعدته عن الجوهر اللي هي تسندني ان هي فهماني. فعشان يعني كده بقينا باصين للمظاهر اكتر يا استاذه اشجان، والسبب الاعلام والسوشيال. الاعلام والسوشيال. طيب حضرتك